اهلا بحضراتكم من جديد. تاريخ يكتب في ميامي. كنا بنتكلم قبل الفاصل على مسؤوليه الاعلام في تطوير الفكر الاحترافي شويه، لانه هو اللي بيصنع كل الماده الخام للتحفيل والشغب والتعصب وكل الظواهر السلبيه. عشان كده اللاعب المصري اللي بينجح بره هو اللي بيتجرد من سلبيات المناخ اللي هنا. كتير اللي بيسافروا من اللعيبه اللي بيحترفوا طالع مدلل، فما بيلاقيش التدليل ده بره، فما بيطولش يا باشمهندس وبيرجع. هو دي المشكله. انت مناخ مش محترف، ومحدش عايز ينتبه لخطوره ده. استاذ ابراهيم، بس الرساله ما فيهاش اي عند الجمله دي، مناخ مش محترف. هو في لعيب ياخد 15 مليون جنيه ولا 20 مليون جنيه ولما يطلع في البرامج يتسأل السؤال ده؟ اولا مجرد سؤال، هو انت مش نفسك تحترف؟ يقول له طبعا الاولويه للاحتراف. هو انت بتعمل ايه هنا في مصر؟ هم فاهمين خلاص، او فهموا اللعيبه ان الاحتراف بره. عندنا ده ما تاخد فلوس اسمه اغتراف. فالسؤال نفسه من اعلامي انا بقول لك مش قادرين نعود لعيبتنا على انه ضبط يدرك المحترف. لا، ضبط المصطلحات مهمه جدا، انك انت لما تقول ال 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 الكلمه في معناها وفي موقعها وفي محلها عشان الناس تتعلم. لكن اجيب انا لعيبه اقول له امنيتك، يقول لك الاحتراف. الله، ده ايه ده؟ انت هاوي هاوي ب 20 مليون جنيه. طيب، الحقيقة واحنا بنتكلم على الظروف والمناخ اللي ما فيهوش احترافية، نلاقي حد طلع كده من وسطينا من غير ما حد يحس بيه، فجأة وصل إلى أعلى درجات الاحترافية والنجاح في العالم. محمد صلاح. محمد صلاح تخلص تقريبا في مطار القاهرة قبل ما يركب من كل سوءات وسلبيات نظام الكرة اللي عاشه هنا، وراح شخص تاني خالص. ليه محمد صلاح اللي خارج من هنا وصل للي وصل له؟ وصفة نجاح مهمة لكل لاعبتنا قدمها محمد صلاح وهو بيتكلم بشكل مثقف وعميق في معرض الشارقة للكتاب. يعني الحقيقة قدم مواصفات أعتقد لاعبتنا مهم جدا يقفوا عندها. نشوف. أنا وصلت لمرحلة كويسة في ده، فده تقريبا كان في دماغي من وأنا طالع من مصر رايح بازل. لما بدات اقرا شويه بدات اقول طب هو الاوروبي مثلا كان اول حاجه جت في دماغي. ساعات ما بدات اشوف اللعيبه كلهم قبل التمرين بيروحوا ساعتين ثلاثه، وبعدين يروحوا الجيم قبلها بساعه، وبعد كده يعملوا ريكفري، وبعدين يعملوا مساج، وبعدين لو حد رايح الجيم تاني يعمل جيم. فبدات اسال نفسي ليه بيعملوا كده؟ في فرق بين هنا في الوطن العربي او في مصر عشان انا لعبت فيها، فرق بين الناس بره، اكيد في سبب. فبدات اسال وبدات افهم شويه ليه الناس بتعمل كده. كل ما بتعرف الناس بتعمل كده ليه بتبدا انت عايز تنجح زيهم. فانا ده كان في دماغي جدا، انا عايز انجح زي الناس دي كلها. بيفكرني محمد صلاح لما بيقول قيمه انك انت تقرا وتتثقف عشان تعرف المعلومه الصح وتتاسى بيها. لما انت حبيت تعمل حديث مع مانو جوسيه، لماذا مانو جوسيه مختلف؟ لانه قال لك انا اول حاجه عملتها عشان انزل مصر اشتريت كتب، نزلت المكتبه جبت كتب الادب العربي المترجم. اشوف العقليه العربيه دي بتفكر ازاي، افهم الناس دي ايه، بتكتب ايه وبتقرا ايه مفاتيحها ايه وشغفهم فين. مهم جدا 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 الثقافه، مهم جدا انك تبقى مؤمن بهذا الكلام. محمد صلاح يا جماعه، علشان اللعيبه برضو ما هياش فكره شهاده، هو ما واخدش شهاده عاليه. محمد صلاح قدم ورقه بعد الدبلوم لمعهد عشان يأجل التجنيد بتاعه بشكل قانوني للعيبه اللي هي فاكره ان شهاده الجامعه كافيه لخلق دماغ سليمه، او عدم الحصول على شهاده جامعيه يحجب عنك تطوير نفسك وتطوير قدراتك. المساله ما لهاش علاقه بالورقه بتاعت الشهاده. محمد صلاح راح للي هو ابعد. نكمل. تجربتي في تشيلسي ما كانتش ناجحه قوي، ما كنتش بلعب. فبدات بدل ما ابدا الوم
المدرب والوم الظروف وانا ومصري وعربي وكلام تقريبا معظم اللعيبه بتعمله. بدات اقول ابص للحياه من منظور تاني. انا بدات اشوف طب الواحد اللي عايز ينجح بيعمل ايه عشان ينجح. فبدات اشوف فيديوهات وكتب للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ودكتور ابراهيم الفي، بداوا يتكلموا عن الحياه وعن العلم النفس وعن قد ايه الانسان ممكن يتغير وقد ايه ان هو اول متحكم في كل الامور. لو بصيت على اي حد عمل حاجه كبيره قوي هتلاقيه مثقف في مجاله. مفيش حد بيعمل حاجه كويسه قوي من غير ما يكون مثقف في مجاله. مفيش حد بيعمل حاجه كبيره قوي الا اذا كان مثقف في مجاله. وبدل ما تقعد تلوم في الظروف، شوف قال ايه على موضوع تشيلسي. قال لك لما فشلت في تشيلسي ما رضيتش اتصرف كما بيتصرف كل اللعيبه العرب، ان انا اقعد الومهم انا مضطهد انا عشان عربي انا عشان مسلم واخلق لنفسي المبررات. ده اللي بنقوله. ما تعيش فكره المظلوميه. لا، ادرس السبع عشان تقدر تتجاوزه. غيرك نجح ليه؟ يعني كلام مهم جدا، يبدو بسيط لكن مش سهل انك تطبقه. وما تاخده من محمد صلاح نتيجة تجربة فاشلة إلى أعلى تجربة ناجحة، هو ده المشوار البسيط في العقلية دي، مشوار ذهني قبل أن يكون بدني. مشوار ذهني قبل ما يكون بدني. بس هو خدوا بالكم في الفيديو الأولاني قال لك إيه؟ قال لك أنا رحت لقيت نفسي مبهور إزاي اللعيب من دول قبل التمرين بيدخل الجيم ساعة وبعد التمرين بيعمل ريكفري أو استشفاء. طب انا وانا باصص لهم بانبهار انا عايزهم هم اللي بيبصوا لي بانبهار، فزودت كل حاجه وعملت ما هو زياده وصلت للي وصلت له فبقوا مبهورين. النهارده باشمهندس امبارح صلاح مع نيوكاسل بيسجل هدفين ويصنع هدف، هو اللي في الوقت اللي لغايه دلوقتي ليفربول ما قدملوش عرض. بس بصوا قوه التحدي اللي جواه ومفهوم الاحتراف. شوفوا يعني هو انا عايز اقول لهم لا انا ما شطبتش لسه. الاحتراف انك تفضل في احسن صوره. ايوه، مالكش دعوه. يعني مش انت بتعمل كده عشان تاخد كده، او انت بتعمل كده عشان حد بيسقف لك، او انت بتعمل كده عشان مدرك تماما ان قيمتك في انك انت دايما تتحدى نفسك وتعمل خطوات لقدام بصرف النظر عن الظروف بقى. فمحدش يقدر يكسرك. انت هو قبل كده لما طلب 400 في الاسبوع كانت بعيده جدا من 3 سنين، وقلنا مستحيل وهيمشي. ادوها له 400,000 استرليني. ادوها له. والنهارده النجاحات الكبيره وهداف الدوري الانجليزي والصحف البريطانيه طالعه النهارده كلها، يعني الديلي ميل بتقول لك اعلنوها من دلوقتي صلاح نجم الموسم، افضل لاعب هذا الموسم، من البدايه القويه جدا والتاثير اللي بيعمله في الملعب. امبارح الشوط الاولاني ما هوش احسن حاجه عنده، بس التوهج فجاه ينفجر صلاح. هي دي الطاقه الذاتيه اللي عنده، هو ده التكوين الثقافي والتطوير الفكري اللي وصله. ولما تشوف مرموش ماشي ازاي. طيب نجاح مرموش صلاح لمس عليه وقال حاجة بالنسبة لعمر مرموش رأيه كمان مهم. مفيش لعيبات كتير في أوروبا من مصريين أو عرب طلعوا وعافروا عشان خاطر الدنيا ما تمشيش ممكن أو عمر واحد من الناس دي. لا أنا طبعا شايف إمكانياته كويسة جدا ولعيب مهم لفريقه دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا معاهم أو لمنتخب ماشي معانا بشكل كويس. أنا بس عايز يبعد عنه فكره المقارنات عشان تسهل عليهم حياتهم. شو تقصد بالمقارنه؟ بطلت يعني الناس لازم تبطل تقارنه بيا ان هو صلاح الجديد ده هيعمل اللي هو عمله هيعمل احسن من اللي عمله، عشان ده ما بتساعدش لعيب. انت بتحطه تحت ضغط طول الوقت، هو طول الوقت هيبقى بيقارنه بلعيب نجح بشكل كبير قوي في السنين اللي فاتت كلها وهو بيبدا يبني حياته. فابعده خالص عن المقارنات لانها مش هتفيده هو خالص. خليه هو يعيش تجربته هو ويتمسك بيها ويبقى واحد عمل حاجه هو مختلفه عني باتجاهه هو، بدل ما نقعد نقارنه بيا طول الوقت وده مش هيسامحه. طب بقى لنا قد ايه عمالين نقول يا جمهور الاهلي ما تقارنوش اللعيبه ببعضها؟ خصوصا لعيبتك اللي بيلعبوا في نفس النادي. اخطر شيء
اوعى تفتكر ده يعني ضغط ايجابي هيؤدي الى لا لا لا، ما تقارنش حد بحد. لما تلاقي واحد بيتقدم احتفل بيه وشجعه وادعمه، مجرد ان هو بيتقدم بيتحدى نفسه، مش ضروري نقرر اللعيبه ببعضها، خطر. وعلى فكره ده كمان من عدم الاحترافيه، لانه انا ممكن اعدلكوا كام لاعب هنا النادي الاهلي جابهم واول ما جه قال لك ده بوتريكا الجديد، فاكر انت؟ تجيب احمد حسن استاكوزا ده بوتريكا ما يكملش، تجيب محمود سمير من الترسانه ده بوتريكا، عمرو سماكه، هيثم الفزاني، ممكن اعدلكوا اربع خمس لعيبه الاعلام تعامل مع كل واحد فيهم ان ده بوتريكا جديد. وعلى فكره ولا زال ده بيحصل لغايه دلوقتي، كل مناشئ يطلع كويس يلصقوه بحد كبير. صلاح قال لك يا جماعه ما تخلقوش ضغوط كتيره وكبيره على مرموش، وكل لعيب له مرموش بيبدا مسيره طعمه. كبيره صلاح قال لك انا عملت النجاحات دي من خلال سنوات طويله، فانت بتقارنه بيا مش في صالحه، لانك هتخلق عليه ضغوط وهتقعد باستمرار بتقيسه على مسطره صلاح هو اللي اتكونت خلال سنوات طويله. السؤال يا استاذ ابراهيم، هو محمد صلاح كان ابو تريكه الجديد؟ لا طبعا، ده نوع تاني خالص، راح في حته تانية لوحده بورقه هو لوحده. هو ده المطلوب، ان كل لعيب بقدراته هو يتفوق على نفسه ويحط لنفسه التحديات ويحققها، وكل ما يوصل لنقطة يعلي عليها. قارنه بنفسه، ما تقارنوش بحد تاني. طب ده مسؤولية مين؟ مسؤولية الناس اللي بتتعامل ان تعلم اللعيبة الكلام ده. يعني الكلام اللي قاله الكابتن محمد صلاح ده، وده اللي انا كنت من طول عمري نفسي يحصل، ان اللعيبة الكبار بتوعنا في قطاع الناشئين مرة في الشهر كابتن عماد متعب يقعد يتكلم، كابتن وائل جمعه يقعد يتكلم مع الناشئين وتجاربهم الشخصيه. انا بدي امثله، كل اللعيبه الكبيره تنقل تجاربه وتنقل اسباب نجاحها، حتى اخطائها، لما عملنا كذا تسبب في كذا فتعلمنا ان احنا ما نكررش ده، و يتعلم ان الفرقه اهم من الفرد، نتعلم كل ده مع وجود اللايف كوتش بقى اللي بيراقب ده بيتم ازاي. كابتن سيد عبد الحفيظ قال كلام كمان مهم في حته اللاعب المثقف. مش ممكن ابدا، في فرق بين المتعلم والمثقف على فكره. في ناس كتيره مش متعلمه احسن حاجه بس مثقفه، يعني ملمه بشويه حاجات كتير جدا وبتقرا وبتساعد نفسها وعارفه ان علمها هو اللي هيخليها تشتغل بشكل حلو، مش واحد خد مثلا حاجه او خد خبرات في حاجه او بقى اسم. انا لعيب كوره وهقول كده بصوت عالي جدا، انت اسمك بيساعدك. ايوه، لكن لو مفيش تطوير ومفيش دراسه على نفسك ومفيش خبرات ومفيش تعليم ومفيش استفاده من كلام ناس حواليك حتى لو مش على نفس المستوى الاسم، يبقى انت بتهزر. انت هتعدي سنين وتلاقي نفسك عمال ترجع لورا، ناس عماله تطلع لقدام وانت عمال ترجع لورا. كلام مهم جدا. يا ريت يبقى في حاجه زي كده نتكلم معانا شئنا باستمرار من خلال هؤلاء النجوم الكبار العظام، يتعلموا ان هو ده الاحتراف، عشان ما يجيش يقول لك نفسك في ايه وهو ما ده عاد احتراف يقول لك احترف. طيب على فكره دي الفقره اللي كنا اشرنا ليها قبل كده، الكتاب قبل التمرين، لانه الكتاب قد ايه فيه هيساعد اللاعب والرياضي على انه يطور نفسه ويغير عقليته ويتعامل مع فكر جديد ويشوف عوالم تانية ويشوف افكار تانية ويواجه صعوبات فيكتسب خبرات من خلال قرايته، ازاي يعدي كل ده، ازاي محمد صلاح وهو بيقول لك كتاب فن اللامبالاه انا خلق جوايا اصرار على النجاح، فباخد قرار ان انا هنجح عندي لامبالاه باي ظروف خارجه، انا مش باصص باي شيء الى اي حاجه تعطلني او تاخرني. هي دي الفكره. انتوا متخيلين انه صلاح بيرفض المقارنه مع مرموش عشان ما يخلقش ضغوط على مرموش وشايف ان تجربته كانت سنين طويله؟ انتوا متخيلين ان احنا عندنا مناخ اعلامي كل يوم يقارن للناس مين احسن، ثابت البطل ولا الشناوي؟ والاثنين بينهم 40 سنه كوره في المسافات،
انتوا شايفين لا لا اخطر خطر ما بنرتكبه في تشكيل وعي. الاخطر ان انا خالف اثنين لعيبه في الملعب دلوقتي مع بعض. ده اخطر حاجه. ينفسنوا ليه؟ فعلا ماده لا تخلق الا النفسنه.